صمود وثبات على أهداف الثورة ومطالبها ميز الحراك الشعبي المعارض في البحرين منذ بدء الثورة في 14 من فبراير لعام 2011. المشاركة الشعبية المتزايدة في المسيرات المطالبة بإسقاط النظام وحق تقرير المصير تؤكد أن الشعب البحريني مصمم على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها. اغتيال الشهيد فاضل عباس غدرا كما أكدت عائلته أضاف زخما كبيرا إلى المعنويات العالية للجماهير المعارضة. مراقبون رأوا في إغلاق المجلس العلمائي الذي لا يتبنى مطلب إسقاط النظام رسالة إلى عامة الشعب البحريني تؤكد أن الخلاف بين الحكم والشعب ليس سياسيا فحسب، بل هو صراع وجودي. مسيرات حملت فيها الشموع حدادا على روح الشهيد في جزيرة سترة انطلقت من منطقة واديان واتجهت نحو مركز الشرطة حيث أغرقتها قوات النظام المتمركزة هناك بالغازات الخانقة. عشرات المناطق من بينها جزيرة النبيه صالح والنويدرات وتوبلي وسلمى باد وجد حفص والسنابس شهدت مواجهات مباشرة استمرت لعدة ساعات بين المتظاهرين الذين حملوا الحاكم حمد الخليفة وولي عهده سلمان المسؤولية وقوات النظام التي استخدمت الرصاص الانشطاري المحرم دوليا ضدهم.